اللهم ارفع لنا به الدرجات وانقذنا به من الدركات وكفر عنا به السيئات واغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولأقربائنا ولأصدقائنا ولمشائخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا أهل القرآن أهلك وخاصة. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. كفرحي إهل كاقا سحبت هذا يقراب هذا ولسو دك أبكى الذهب شيل سياد سفضو اللعقو قدرتو مرك أدلسو دكتو أبليكيشن كذهب شيل إياد لعقها ديريسو استعمال كورك خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور ريا إياد لعق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادي ذهب شيل هول فضايد يهاجة مالية ديت.